السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي نقدر نوصل للمكتبة الخاصة بالكورس اللي هيكون عليها الماتيريال والغياب وهكذا. طبعا إحنا هنكون موجودين، هنفتح الواتساب من خلال المتصفح بتاعنا، دي المجموعة الخاصة بينا. طبعا هختار ضغط على المجموعة، هتظهر لك المجموعة بعد شوية، بضغط على الجزء العلوي منها بيظهر لي هنا الرابط الخاص بالمكتبة. لو انا ضغطت على الرابط هيحولني للمكتبة، ده لو انا بشتغل من على ديسكتوب، وهوضح لحضراتكم ازاي بوصل للحاجة دي عن طريق الموبايل. برضو هنا برضو هتلاقي الداتا والحاجة الخاصة بالشغل بتاعنا، كذلك هتلاقي مثلا رابط قائمة التشغيل على اليوتيوب وهكذا. لو انت عايز توصل لأي ملف موجود في المجموعة من وقت دخولك مثلا، ممكن تضغط على الوسائط، هتلاقي هنا كل الوسائط اللي اتبعتت، هتلاقي هنا المستندات اللي اتبعتت، هتلاقي كل الروابط اللي تم ارسالها قبل كده موجوده هنا ومنظمه في هذا المكان، وكذلك من الموبايل. اتمنى ان تكون الموضوع ده كان بسيط وسريع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا حضراتكم ده هيكون باذن الله تكمله لموضوع ازاي اوصل للينك الخاص بالمكتبه واللينكات الهامه خلال الكورس، بس من خلال الموبايل. طبعا دي المجموعه اللي احنا شغالين عليها. حضرتك طبعا لو عايز توصل للمكتبه فانا هعمل ايه؟ اول حاجه بعملها ان انا هضغط على اول المكتبه من فوق كده اللي هي كلمه دوكمنت مانجمنت. هيظهر مع حضرتك دلوقتي ايه اللينكات الهامه اللي هم من ضمنهم لينك المكتبه، واحتمال يبقى معاهم لينك قائمه التشغيل. لو ضغطت على لينك المكتبه ده هيفتح معايا الجوجل درايف اللي موجود عليه الداتا والغياب وكل الملفات الخاصه بالكورس ان شاء الله. وإن شاء الله حضراتكم في الكورس ده ينول إعجابكم وتحققوا منه أقصى استفادة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.